هاد اي الطاوله هذه باش ضربت هذه ضربت بالرجل هكا تهز رجلو علاش سيدي هادشي سيدي كامل سبابه هو شقه الطهاره السبب ديال هادشي كامل هي واحد الشقه ديال الطهاره واحد السيده كتمتهن الطهاره هاي ها سيدي وتحمل مسؤوليه كما اقول علاش غيجيو لك الطوموبيلتك دابا انت علاش حيت انت الجار حيت انت دويتي السيده هادي ما كتبغيش تقول راه كاين وكاين وكاين لان بنادم تيخاف بنادم سكوتي ما كيقدروش يهضروا نعم خليك خليك وهادي دابا هادي الطوموبيل باش كتخدم باش كناكلوا بها الخبز تجي السيد شوف اش دار لنا شنو هادي رجل هادي هنا نضربها برجلو كاين الصوار كاين كلشي علاش دوي علاش تهضر خلط الامور علاش تقول خلط الامور علاش غتهم هاد الناس يلا شنو زعما شنو هذا ولدها ولا هذا راه ولد الحومه هنايا هذا راه ولد الحومه هنا كيجي كيبقى هو من المرتب ديال الشقه هادي حتى هو من هاد السيد هادي خليك معايا خليك معايا حبيبي مرحبا خليك معايا احنا على المباشر الان مرحبا. اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا من مدينه مكناس شقه كتوقع فيها اشياء غريبه بحي المنصور حولت حياه شخص الى جحيم ومن اللي هضر مع مولاتها كانت صدمه هذا السيد كيقول لك حربات عليا اللي هرس لي الهوندا ديالي ويهدد حياتي مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في وهذا السيد كيقول لك انني وضعت شكايه واجيو نسمعوا شنو واقع في هذا الشقه وهاد الاشياء الغريبه والمشبوهه اللي واقعه في هاد الشقه حي المنصور، حي المنصور من الاحياء اللي كما كنقولوا احياء جديده واللي فيها كثافه سكانيه كبيره واللي كما كنقولوا حي من الاحياء النقيه والجديده هنا بمدينه مكناس، فيكفي ان الشقه فايت ال 2000 درهم 2500 درهم للكراء فقط. نعم خويا شنو واقع لك مع هاد الناس وشنو وصلكم لهاد الشيء هذا؟ مرحبا بك. كنشكر قناه شوف تي في قناه الشعب اللي ديما كتب النداء ديالنا ونشكرك اخويا حتى انت اللي تسخرتي معنا. هذا واجب. خويا عندي واحد السيدة ساكنة ملاصقة معايا السيدة انتوما جيران الباب على الباب حيط على الحيط انت تكحب وانا نسمع سكن اقتصادي بهذا المعنى هذا انت راك عارف السكن الاقتصادي فهمتيني انت تكحب وانا نسمع هذه السيدة هذه سيدي جات سكنت في هذه الشقة هذه من أول نهار جات سكنات بداو المشاكل كتجيب بنادم مشبوه الكلام النابي الشراب هذاك ما نهضروش عليه السيد هضروا معاه هذا الشيء في الشقه عندها شقه قلت لك مخصصه للدعاره كتسمعوا كل شيء شوف انا اتحمل مسؤوليتي فيما اقول بحال معاك في الدار انا اتحمل مسؤوليتي اتهام خطير هذا ملي كنقول شقه ديال الدعاره انا اتحمل مسؤوليتي فيما اقول كنعاود نقولها وتنقولها هضروا معها الجيران السيد ما بغاش يحشم ما بغاش يحشم سمعتني تنهضر مع واحد الجار قلت ليه واشنو ما غديروش الشكايه واش ما غتجمعوش واش معها صيفطات بنتها الصغيره دارت هاد الشرطات هادو شرطاتها دارت هاد الشرطه سرطتها قلت ما كاين بعد خلي فهمتي وهاد الطوله دابا اللي مضغطه وهاد الشيء انا جيت كاستاذ الهضره قلنا دوك الشرطات ما كاين بس نهار لو 18 نهار الحد مع شي 11 ديال الليل كنسمع الضجيج الله يتمشرجم كيبان لي واحد السيد ولد حومه هنا مع واحد خينا اخر لا والله ما غطلع الشقه والله ما طلع عندها والله ما طلع عندها وهاد السيده معروفه هنا كل شيء تيعرفها كل شيء تيعرفها كيفاش مضاربين في الباب مضاربين لا هنا في الباب كيفاش كل اللي غيطلع ما خلاهش يطلع هاد اللي ضرب لي الطوموبيل ما خلاش الاخر يطلع لان هذا اللي ضرب لي الطوموبيل حتى هو من المرتد ديال الشقه هذه تلاقيت معاه ما هي مره ما هي علاش ما خلاش يطلع داك شوف هاد السيده هذه ما كنعرفوش داكشي اللي كيجرى لداخل لان داكشي اللي كيجرى لداخل ربما اخطر من هادشي شكون اللي كيدخل عندها راه غير هما راه هي اصحاب الصوابق راه هي اصحاب الصوابق واخا هاد السيده واش مزوجه ما مزوجاش هاد السيده سيدي عندها جوج بنات صغار وعندها دري صغير ما كنعرفو شكون حنا هاد الراجل ولا هاد كل خطره تيبان لك واحد طالع كل خطره انا بعدا واحد النهار لقيت واحد جوج دري طالع هو واحد خيتنا قلت له خويا فين غادي قال لي طالع عند فلانه قلت له طالع تقصر عند فلانه حاشا قلت له طالع تقصر عند فلانه حضر راسو بقيت واقف هاك واش هادشي انت في موبل مع وليداتك ساكن مع ولادك ومع مراتك ومع عائلتي هادشي راه الام تما بولادها كلشي ساكن بوليداتهم الشيء اللي كيحز في الخاطر هو انك كتشوف بنادم مع والديه كتشوف بنادم هيبه وكذا ولكن راه ما كاين والو تيقدروش يهضروا علاش الله اعلم انا ما تربيش هكا المنكر خصو يتغير سيدي قلنا له 18 شفت هذاك الصداع طليت كيبان لي السيد كيناطر هو السيد لا ما طلعش لا ما طلعش شويه هز رجلو ويدير الطوموبيل باق علاش ما بانت لك هاد الطوموبيل ما بانت لك غير هاد الطوموبيل ضربها اللي محطوطه تما هذيك السيده ما كتبغيكش تهضر عليها ولا هضرتي عليها كتصيفط لك الدراري كتصيفط لك دوك دوي الصوابق يهدوك لا ما تهضرش لا خلي السيده ترزق الله واش هذا رزق ترزق واش الدعاره رزق غير قولوا لي واش الدعاره رزق وهذا اتهام خطير لانه ملي كنقولوا الدعاره اتحمل مسؤوليتي فيما اقول لا نقاش فيها مسؤوليتي فيما اقول
علاش نقولك شي حاجه ما غنجيش نستدعي صحافه ونضيع معاهم. اتهام خطير هذا، ماشي ساهل هذا الشيء. اتحمل مسؤوليتي فيما اقول. نعم. هذا السيد ضرب لي الطوموبيل، درت ديكلاراسيون، الله يجازيهم بخير، جا الامن في هذيك الساعه. درتي الشكايه ديالك؟ جاو شافوا المشاكل، قالوا لي هبط عندنا الديمومه، هبط الديمومه، درت ديكلاراسيون ديالي، رجعت عندهم، كان تقريبا شي عيد ولا شي حاجه بحال هكا. شي جور فيري. رجعت عندهم نهار الخميس، صيفطوا معايا واحد الاشخاص من الدائره 10، الله يجازيهم بخير، شاما داروا الواجب ديالو، داكشي اللي كنتمناو ان شاء الله. دارك المعاينه، المسائل، المحاضر، كلشي دار. شي عندي تصاور، جاو علقوا السيد باش يشوفوه، ما كاينش، ما لقاوش، ما تعرفوش. السيد معروف عندهم من دوي السوابق، معروف هاد الناس هادو هنا. ما خصك الا هضرتي كيصيفطوا لك العصابه بالهضره العربيه. هنا كاينه قضيه العصابه، كاينه العصابه، كلمه كبيره خويا هادي ديال العصابه. كبيره كيعرفوها هنايا، معروفه، كتهضر مع واحد. الا هضرتي نصيفطوا لك اللي سبتك. هضرتي مع واحد يصيفطوا لك 10. هنا ارخص ما يمكن هو الانسان، ارخص ما يمكن تشريه هو الانسان. الانسان هنا رخيص، يمكن لك 100 درهم تجيب جوج يمشي تعدوك على واحد عادي. ياك السيد. وهنا راه رجال الامن تبارك الله راهم قايمين بالواجب. نعم. قايمين بالواجب وما يزيد. جاو السيد راهو دابا شق، راهو دابا راه قال لك راه غيديروا معاه الواجب ديالهم. انا ان شاء الله كنتسناهم انهم يجيو يديروا معاه الواجب ديالهم، يعتقلوه الى هذاك القانون ديالهم اللي غيديروا. واخا وهاد الساكنه ديال الموبل، علاش 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 اليوم كدوي غير انت بوحدك؟ الموبل شحال فيه من واحد؟ مغيبه، الساكنه مغيبه. الموبل شحال فيه من واحد؟ راه تقريبا كاين شي 20 20 برطما. كنعرفوا الساكنه الاقتصاد شي 20 برطما. علاش ما داروش عريضه؟ علاش ما الخوف 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 اللي يتعرضوا لهذا الشيء اللي تعرض خوف من طبيعه الحال. بطبيعه الحال لان هذيك السيده تقدر دير اي حاجه، راه كتخرج راه كيوقعوا هنا شي مشاكل، اقسم بالله العظيم انا ما عمرني شفت بنادم السيده سكرانه وكتخرج كتعانعر الصمت او لتحت. انت ناعس مع والديك وناعس مع عائلتك ولكن سكرانه. سيدي هنا راه ماشي كاين هذيك، راه كاينين وحدين اخرين. خصوصا في هذه المنطقه اللي تنهضر عليها هنا الدعاره. ما عرفتش انا بعدا ما فهمتش علاش الناس تتسكت، علاش تسكت على واحد الحاجه اللي هي كتضرك انت اصلا وكتسيء لك لانك انت ساكن في ديك العماره. انا واحد من الناس ساكن في ديك العماره، ملي غيجي واحد غتكون مرتي طالعه تما وغيجي واحد انا واحد الاحساس راه خايبه صاحبي، راه خايبه. محتاج واحد مع والدي، انا علاش نقول لهم الشكوى؟ نقول لهم انا الشكوى كانوا والدي ساكنين هنا بالربط النوض هاي لالا، ومن حقي ومن حقي، لان هذا منكر صاحبي، راه منكر. لان البيت له حرمه وله قدسيه. نعم. ماشي حاجه ما كتقبلهاش العقل، تربينا فيه وكبرنا فيه ما كتقبلهاش العقل. نعم. بغيت دير شي حاجه خايبه عبد الله سير ابتساع ابتساع. اما باش كتجي في واحد العماره اللي فيها ناس وفيها عائلات وفيها بوليداتهم، اش كتمثل؟ كتشرح لهم ثقافه الدعاره؟ هاد البنت بنتها كي غتطلع؟ انا نقول لك واحد الحاجه وربي شاهد عليا فيما اقول. جي واحد النهار طالع بالليل الضو مقطوع تما، كنلقى بنتها مع واحد خيمه في واحد المنظر نحشم نقول لا حول ولا قوه. اقسم بالله العظيم واتحمل مسؤوليتي نحشم. درت فيها في الدروج ديال الموبل وانت طالع عند وليداتك، قيس بنتها و... ماذا يقع بحي المنصور؟ اش غنقول؟ اش انا حشمت اش؟ ومع العلم ان الحي كيبان كالم، حي زوين، ولكن هاد الامثال ما خلاوش. هاد الامثال هما اللي خرجوا عليه، هاد الاشخاص هما اللي خرجوا على هاد الحي، هما اللي خلاو هاد الحي مشبوه، هما اللي خلاو هاد السكينه هنا كاين مسكين ما يقدرش يهضر خوفا. انا كنعذر بعض الناس، خايف على وليداته. انا كنعذر بعض الناس، انا واحد من الناس. انا هضرت دابا شوف شنو وقع ليا. نعم. انا هضرت دابا شوف شنو وقع ليا. يلا تكرطط الطوموبيل ضربها. شوف يلا دابا انا بغيتي تصوب خصك واحد 2000 درهم باش يخرب، باش يرد لك هذيك الطاوله. يلا ميزون ما نديهاش، هذه باقا جديده اصلا. باقا جديده مخرجها انت جديده. دوب الفين باش نترزقوا بها ومن بعدين على المشاكل ما عندي مع بنادم. اللهم ان هذا منكر وليتي واكل. بغيت نهضر على حقي فقط، لان هذاك واحد المشكل خصو يتحيد، ما خصوش يبقى تم. سيده تسكني مرحبا بحالك، بحال عباد الله التزمي بالقوانين اللي كتلتزم بها العماره. ناس محترمين دخلوا يخرجوا، ما كاينش اللي يقول لك اما باش كل خطره نبقاو حنا طالعين نتلاقاو مع هذا مطلع وحده، هذا مطلع وحده، اشنو؟ ياه ياه عندك وحده كتعيط لها الو فلانه راه غنجيب واحد خيتنا، كتقول لك جيبها كتخلص من عندك وتخليك تدخل نتايا تخرج بنتها تحضي ليها، وحده كتحضي ليها وحده تحضي هنا، وهي راه خدامه شمايا. ياه واصل الامور حتى لهالدرجه؟ لهالدرجه وتحمل مسؤوليتي. منظمه بهذه الطريقه؟ تحمل مسؤوليتي فيما اقول. هذا الشيء شفته عيني. شفت عيني، ماشي غيقول لي بنادم طابت ولا تحركت، هادشي شفت عيني. انا ما غيدوش عليا بنادم الدكاكة، راه 50 عام 30 عام راه دوزت تصلق تنشوف تنفهم. باش تكون ساكن مع وليداتك وتجي وحده ترول لك حياتك. دابا انا مرتي ولادي ما ساكنينش معايا. نعم. ما غرضاش. قلتي انه كتعرض يعني اليوم تنقل هادشي قبل ما نبداو، قلتي في الكوليس انه تعرضتي حتى للمضايقات وصلت حتى لمراتك. مراتي تحطت لها النمره ديالها في واحد الصفحه ديال الفيسبوك.
وراه باقي عندي كلشي بالصور كلشي بالدلائل كلشي ما غاديش نتبناو على بزاف. الرقم ديال مرتك وتحط منين جا هذا الرقم ديال مرتي؟ ملي بديتي الهضره على هادشي مين قلت محمد اسكت ولا غنديروا لك؟ لان افعالهم هادي والصفحه اللي تحطات فيها فيها هاد الافعال هادي فيها هاد الافعال في واحد خينا موراها ما عندكوش موراها انسان لا علاقه كيحطوا هاد الصور ديال كيحطوا لك صوره ديال شي دريه بشي صور اباحيه شي منظر ماشي ديك اباحيه والا ما فيها ايحاءات وحاط النمره ديال الزوجه ديالي مرتك محطوط لها اي يا سيدي واتحمل المسؤوليه. شوف اخي عندي تصاور عندي كل شيء اي حاجه اللي طلبتيها نعطيها لخويا شوف بعينك ماشي غنهضروا بهذا. شنو رسالتكم اليوم اخويا؟ رسالتي هو رجال الامن ولي امن وضعت الشكايه ديالك وضعت الشكايه ديالي كنتمناهم انهم يديروا واحد الخدمه اللي ما نكذبش عليك يزيروا مع هاد الناس لان هاد الناس هنا طغاو اكثرين في هاد المنصور هنا في هاد البلاصه ديال الدوبيل هنا بنادم طغى هنا الشراب والفانيد وما وراء ذلك شي حاجه خطيره شي حاجه خطيره اقسم بالله العظيم هنا رجال الامن قايمين بالخدمه ديالهم ولكن كاين بعض الاشخاص اللي كيبلغوا راهما جايين هذوك اللي كيعيطوا من ضمنهم حارس ليلي من ضمنهم حارس ليلي وتحمل مسؤوليتي من ضمنهم الحارس ليلي حارس ليلي كيعيط حارس ليلي هنا تبارك الله شي 24 قلت لك انا راني 12 عام وانا كنت حساس تنعرف هاد السيده شنو فيه صوار تنعرف هاد السيده شنو فيه صوار من ضمنهم هاد السيده واخا ما عندكمش هنا شي جمعيه ديال الدرب ما كاينش شي ناس مجموعين الناس اللي واقفين كما كنقولوا جمعيه المجتمع المدني هنا كنطابق عليهم المثل ديال اتفق العرب الا يتفقوا والو هنا لا كاينه شي حاجه ديال خارج على هذا النطاق واما ملي كتوصل شي حاجه للمخزن وشي حاجه بحال هكا ديال الشقق الطعاره بنادم تيخاف على راسه كما كنقول لك راه ارخص ما يمكن دابا انا هذا الفيديو اللي درت معكم راه تقدر تشوفه يقدر يكون عليك تقدر تشوفه هي تصيفط لك دابا هذا هو اللي بغيت نقول لك دابا حنا كندويو عليها دابا انت دابا خارج بوجه مكشوف وكتكلم ما نخافش خوف من الله لان كاين المخزن في البلاد كاين المخزن في البلاد طبعا في البلاد. طبعا هو الحمد لله في دوله المؤسسات ودوله حق القانون الحمد لله شوف الحمد لله ما دمنا كنهضروا بالقانون وكنهضروا بالمعقول ما دمناش نخافوا كاين القانون خاص بالادله وبما يوفي كل شيء موجود اي حاجه كنقول لك كنتحمل المسؤوليه ديالها عندي تصاور ديال هذا السيد اللي حط النمره ديالي السيده بالجرم المشهود ما غايقول لي حتى شي واحد شي حاجه انا ما كان شوف انا ماشي من دوك الناس اللي غايجي يقول لي بنادم فودني انا ما شافتش عيني ما كنهضرش انا المتضرر رقم واحد في هذيك في هذاك الطابق انا المتضرر رقم واحد الباب على الباب الحيط على الحيط انت تكحب وانا نسمع تكحب وانا نسمع نعم هذا هو حال السكن الاقتصادي مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كما كتابعوا معنا الان وعلى المباشر هذا الشيء اللي وقع لهذا المواطن هنا اللي كيقطن باحد احياء هنا بحي المنصور مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي واللي كما كنسمعوا الان كيوجه اتهامات خطيره وخطيره للجاره ديالو اللي كتسكن بالجنب ديالو كيقول انه وقائع وافعال غريبه تقع داخل هذه الشقه واللي حق الرد مكفول للجاره ديالو طبعا كما استمعوا الطرف الاول فللطرف الثاني حق الرد للرد على هذه الادعاءات والاتهامات الخطيره الموجهه لها وكذلك الاعتداء اللي تعرضت له السياره ديالو اضافه الى المضايقات وكذلك الرقم ديال الزوجه ديالو اللي هذا الشيء وصل حتى لمراته من بعد ما تكلم وتوضع الرقم ديال الزوجه ديالو في احد الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي على اساس انها يعني باغيه او كتمارس الفساد واللي بغى يعيط لها يعيط لها كيعيطوا ليها راه قلت لك ما كانش عندي حرمه كما كنتش كنبغيش مرتي تبع انا نمشي نجيب لك وتسمع كل شيء بودني هادشي انا حضرت فيه في الواتساب فينا حبيبه الو حبيبه تنقول لها ما تجاوبيش مرتي ماشي عارف مرتك شنو كتقول ماشي من ذاك المستوى لا حول ولا قوه ماشي من ذاك المستوى ديال يعني كون كان بنادم عقله خفيف وشي واحد راسه غير يدير شي مصيبه راه هادشي هما اللي غيتيقها هادشي هو المبزاغه راه رونوه لداخل رونوك في العائله ديالك باش ما تعاودش تدور بينا وربما شي نهار تقول لك بنتها جيتي تحرشتي بيا او درتي بيا لا عندهم هاد الناس عندهم كلشي سهل عندهم كلشي سهل لا حول ولا قوه الا بالله فمشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي في انتظار تفاعل ايجابي وكذلك النظر في هذا الموضوع هذا واللي كما كنسمعوا الان كثر الحديث خصوصا هنا بحي المنصور ولا في ما يخص الاحتلال الملك العمومي ولا غيرها من المظاهر اللي كما كنشوفوها حي من بين الاحياء اللي كما كنقولوا مازال فيه البناء ومازال فيه عمارات تبنى بالثمن الفلاني والمتر المربع يساوي الشيء الفلاني هنا بهذا الحي هذا بحي المنصور اللي كيتعتبر من الاحياء الجديده واللي كتقطنوا يعني كتسكن فيه نخبه ديال 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 ديال, ديال المدينه موظفين الناس اللي وابناء المدينه العاصمه الاسماعيليه اللي كتسكن في هذا الحي هذا واللي كذلك فيه عمارات ديال السكن الاقتصادي فكما قلنا من الاحياء الجديده بمدينه مكناس
واللي كتعرف توسع عمراني يومي، فكنتمنوا التفاعل الايجابي. ثقتنا الحمد لله كبيره في مؤسساتنا اللي كتقوم بعمل كبير لتجنيب انه نشوفوا بزاف ديال الحويجات وبزاف ديال السلوكات السلبيه، لكن اليوم هذا الشيء خرج من داخل العماره، واللي كما كنسمعوا حتى الساكنه ما خايفين انهم يديروا غير عارضه ولا ينوضوا يكتبوا عارضه بانه شنو كيوقع شنو كيوقع شنو كيوقع. حق الرد مكفول للطرف الثاني. كنتمنوا التفاعل الايجابي. في نهايه هذا البث المباشر كان معكم مراسل القناه منير معطاوي من مكناس. هاد السيد راه داير الشكايه ديالو لدى المصالح. الاخ اللي كيسول على الشكايه راه داير الشكايه ديالو لدى المصالح المعنيه، في انتظار انه راه انتقلوا لعين المكان وداروا المعاينات اللازمه، ورجال الامن راه كانوا حاضرين وشافوا كل شيء وراه خدامين على الملف. فالاخ بغى يوصل الرساله ديالو باش ينبه كذا كل شيء. فهذا الدور ديال كل واحد انه شفنا شي حاجه نبلغوا بها الجهات المعنيه والجهات المختصه، خصوصا انه اليوم نحن بلادنا راه الامن ديالها، الامن ديالها مسؤوليه كل مغربي ومغربيه. الامن والامان ديال المغاربه راه مسؤوليه كل مغربي ومغربيه. كنأكد على هذه المساله. عاد المؤسسات اللي كتقوم بالدور ديالها في اطار القانوني هذيك راه خدامه كدير القانون ديالها، ولكن ملي كنسمعوا انه الامن جاي يدير خدمته ومواطن يهز التليفون ويقول لذاك المجرم ولا يقول لهذاك اللي يدير المخالفه يقول له هرب هرب هرب، فهذا ما كيخليش هاد الناس دير توصل. وفي الاخر كيعكس لهم الخدمه ديالهم. الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق، لانه راه المواطن الصالح راه خصو يعاون في امن بلاده ويعاون في كل شيء. اشكركم مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي. كان معكم منير معطاوي من مكناس. الله يدير الخير.